نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات والمعاهد على مستوى محافظات الجمهورية. وأكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحا أن قواعد التنسيق مستمرة وسيتم تطبيقها كما هي وفقا لما هو متبع خلال السنوات السابقة. كما نشد الطلاب بعدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة وتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية.